بحب الكوكيز، عشان كده اشتريت لعبة كوكيز من بينجو دو. واو شكلها رائع، وكمان ريحتها جميلة لأنها من صلصال بينجو دو. تعالوا معانا نشوف هنركبها ازاي. أنا هعمل كوكيز من لعبة بينجو دو. هنطلع البني هزينها بصلصال بينجو دو، وهنحط الطبقة دي عليها. وما ننساش لازم ننظف اللعبة بعد ما نخلص لعبة طول اليوم عشان نعرف نلعب بيها تاني.